مساء الخير، كيف كانت الأجواء ضمن أعياد بيروت وتحديدا مع أنجس وجوليا ستون؟ متابع سوا بهالتقرير. توقعاتنا اللي كانت اوريدي بوزيتيف، لان احنا كتير يعني اذا بدك ايجابيه، لهلا فوق ضرب اثنين، لانه الوضع سمح لنا صراحه. كتير شغله مهمه هاي، لانه يعني طالما الوضع منيح، طالما العالم بيتحمسوا اكثر وبيجوا كاقبال كنجاح، كل حفله بحفلتها الى يعني شيء طابع مميزه، وعم بكون كتير هالشيء باثر علينا يعني طريقه ايجابيه. ان كان وائل كفوري نجاح جنون، ان كان عادل كرم، راول دي بلازيو، ميشيل فاضل، نجوى كرم كمان كانت حفله رائعه. وفينا نعتبر هلا يمكن من انجح المهرجانات. انا اكيد مثل ما شايف انه رح نطلع كعدد ناس حضروا المهرجان اكثر مهرجان نمبر 1 كعدد، وكمان كتنويع، لانه عندنا حوالي 30 يعني ديفرنت ارتست، 30 فنان مختلف من 12 بلد مختلف، وعدد كبير، يعني رح نكون نمبر 1 اكيد. طبعا شغله مهمه هي الشغله اللبنانيه، لكل الشيء للبنانيه، ليغيروا جو، للسياحه، للي جاي من برا، اللي بده يجي يعمل مشاريع بلبنان، اذا لقى انه ما في شيء يقدر يعمله، خاصه بالعاصمه بيروت. يعني طبعا في كتير قصص حلوه عم تصير حوالي كل لبنان، يعني بكل لبنان ضروري هالمهرجان تبع العاصمه يكون هالقد قوي. يعني ختام مهرجانات ذوق مكايل من تبع أنا وياكم. You can't stop but never let as it races down the hill. You can try to stop the seasons but you know you never will. ليلة في برودواي ختمت مهرجان ذوق مكايل لصيف 2015، فكانت ليلة شبابية مليئة بالأجواء الموسيقية المقتبسة من مناخات المسرح الأمريكي الشهير. الخشبة توحي وكأن المشاهد أمام شباك التذاكر لمسرح في برودواي. الأغاني جاءت مميزة مستوحاة من عدة مسرحيات، نذكر منها Fine Girl، Mary Poppins، Adam's Family، Phantom of the Opera، Cabaret، Les Misérables، Hairspray، علاء الدين، وChicago Music Hall. الشباب والشابات وكل المشاركين في العمل من لبنان، ومعظمهم درس في نيويورك. أما العرض فهو من أعداد وكوريغرافيا وإخراج روي خويري، الفرقة الموسيقية بقيادة كمال سيئلي، أمام أكثر من 50 فنانا، نذكر منهم ندى أبو فرحات، منال ملاط، كورين متني، أندريا أبو نعمة وغيرهم. هيدا كان كل شي. باي.